سبورتس أينما كنتم، تابت أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة يحلو في إصرار هذه الليلة. وش هالليلة؟ إنها المباراة التقليدية التاريخية، الجزائر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب العاشرة. جماهير قوية حاضرة في هذه المباراة بألوانها المغربية والجزائرية، وأكيد الأقدام ستكون نارية وقوية. المغرب المتأهل بقوة كأفضل خط هجوم وأقوى خط دفاع، والجزائر على طول وراه على طول، مما يؤشر على مباراة فيها الأهداف بكل تأكيد. نتمناها مواجهة كروية تسودها الروح الرياضية العالية. وهذه هجمة أولى، البداية بالمنتخب متبادل هجوم منتخب، وهذه هجمة أولى والثانية تدخل جزائري بكرة زاحفة أرضية يوسع. مجيد بوكرة، التشكيلة المغربية للحراسة أنس الزناتي، على يمين الدفاع محمد جيبي، أبرز لاعبي المنتخب الجزائري. والحكم سامبايو لا يعطي مخالفة اتجاه زروقي، وأنس الزناتي يضع الكرة. تمام، تسويب تسويب وتعدي جبران وياسر إبراهيم الأيمن للفتح الرباطي. كرة جول والنبول حراية شازن، وبالدبكة وبالرأس، يعني تتسامر مع روح الانتصارات. تعادل وحيد كان أمام المنتخب المصري، واحد واحد، والهدف اللي قبله المنتخب الجزائري هو الوحيد. والخطورة، اي 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 اي، زروقي في وضعية في الترجي، وأعني كل من بدران توغاي والشدي والمدافع الأيمن بن عيادة للنجم الذي ستعود الكرة مغربية. يعدي يمر وخطيرة، والحكم يأتي ماذا؟ يأتي ضرب. وتونس هذه كرة، والرئيس مترين بالبرازيل، ترجع الكرة للمنتخب المغربي، والمخالفة ضد يحيى جبران تاني، وهذه كرة أسارو يسترجع المغرب، والمخالفة ضد بندبكة. سفيان بن دبكة يتدخل بطريقة غير كرة. شنو هذا؟ بدر بنون، التدخل الدفاعي في الوقت اللازم، خطورة. والياس الشطي، الياس الشطي أزارو حفيدة، غدارة، تغطية دفاعية من مروان سعدان والرئيس بورحي. سفيان بن دبكة، مازال شيبي، شيبي يراوغ ويعلي للمنتخب الجزائري. بعيد الكرة كانت رائعة على اليسار، وإمكانية الاختراق، لكن رائع بالعاصمة القطرية الدوحة. ياسين إبراهيم يكسب المخالفة بعد تدخل لإسماعيل حفيدي، يعدي شيبي والركني، وزع بن عيادة بالرأس، كرة مرتدة، حفيدي ابعد الكرة لبن شرقي، وهذه كرة بالرأس، وليد زارو، تار تار مروان سوقي يعدي، والحكم يطلب اللعب. زروقي أراد ضربة جزاء، ويلتون سامبايو قال له لا وألف لا. عبد الإله حفيدي الحداد يعدي، والمخالفة، كرة ثابتة لصدرها مزياني، غريبة غريبة، كرة في وسط الميدان، حاضرة قوية، حداد يوسع، فريد الكارتي من جانب المغرب، وهذه كرة في القائم الثاني، ريدا ويوسع مزياني يوسع كرة. أمام عبد الإله، وين كرة خارج يوسع، والرئيس بورحي يتفوق بخطورة نسبية. عود تدرج رائع للكرة من جانب المنتخب المغربي، وسفيان بن دبكة يقوم بالمخالفة، مخالفة يراوغ يعدي، وين ماشي
كرة وأنس زنيدي. زنيدي يلعب يا شبران، تسدي من بدران، يتحرك المنتخب المغربي والحكام يوقف اللعب. إصابة طبعا للاعب جزائري في منطقة الدفاع المغربي. يأتي ضربة جزاء، ضربة ياسين، ياسين ياسين إبراهيم، جول ياسين، جول إبراهيم، جول، انفجار جماهيري جزائري، الثائر الجزائري هو ياسين إبراهيمي، يبعث السعادة ياسين إبراهيمي وأنس زنيدي. إذن المنتخب المغربي الآهي من الجزائر، والمنتخب المغربي عدى حفيدي يوسع، جول 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 ناهيري، جول ناهيري، جول، أي انفجار. هات الصورة، شوف الجماهير المغربية نارية بركانية. البرقاوي الكارتي، كرة شو هذا؟ ما شبيوسا والركنية، البرقاوي تعدي أنس زنيدي يوسع، والخطورة ويلي يوسع، والتصوير شنو هذا؟ ما هذا ما هذا؟ هذه فرصة جزائرية راحت عليك. سامبايو بليلي أرادها مباشرة. أنس زنيدي، سلامات سلامات لأنس زنيدي، التويلة بدار الدفاع المغربي والزنتيب بن عيادة، وغدار الكرة مباشرة، حكام يأتي مخالفة باحتجاج رحيمي، والخطورة برقاوي الكبير المغربي، جول يوسف، جول يوسف، جول يوسف، جول لبلايلي، جول شنو هذا؟ صاروخية جزائرية عابرة للقارات ليوسف البلاي للغدار، فعلا حرب الطائران والكرة الهوائية على مرتين للبولحي. الرئيس البولحي في مباراة الزاب ربيع يوسع بالراس، مشاهدينا الكرام بهذا الطبيب شيب يدخل منطقة الجزاء يوسع، أو خلينا نقول يساوم قدم سفيان، والنجاح سفيان الفن، سفيان رائع رائع، سفيان يجمع بدر بانون، من أجمل ما يكون بكل ميرزاق بن عيادة، والحادة الهدف، جول لبن بالفعل. رئيس يا رئيس يا بولعي، توقعي يتقدم، توقعي جول يوسف لبلايلي، والهدف الأول، أولى الركلات. المشكلة اللي يمنع ان واحدة مغربية اصولها جزائرية، او واحدة جزائرية اصولها مغربية، او واحد مصري اصوله يمني، او واحد يمني اصوله ليبي. احنا كلنا دول عربية، وكلنا شعوب عربية، وكلنا اخوة في الدين وفي العروبة. ايه المشكلة؟ ايه الحاجة المعضلة؟ ايه الصعب في كده؟ ليه بقينا عاملين كده؟ وليه دايما في ناس بتحاول توقع بين الدول العربية وتحاول تكرر الشعوب العربية ببعضها؟ ليه كده يا جماعة؟
ربنا بيقول في القرآن إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إحنا كلنا إخوة متحابين في الله وفي الدين وفي العروبة، إيه المشكلة في كده؟ أنا بصراحة بحزن لما بشوف قنوات كتيرة ليل نهار شغالة على الفتنة بس بين المغرب والجزائر، مش وراها حاجة إن هي عايزة توقع بين ده وده، شايفة إن الأجواء شغالة وسخنة لوحدها فيتسخن أكتر، فيتحمل أكتر، فيتزود أكتر، يا جماعة اتقوا ربنا، في حديث بيقول لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. يا جماعة حرام، يعني تخيلوا انتوا هدم الكعبة أهون عند ربنا من أن يراق دم امرئ مسلم، تخيلوا انتوا مدى عظمة إراقة دم المسلم، والناس دي شغالة للنهار على الوقيعة وعلى الفتنة بين الشعبين، شغالة للنهار بفيديوهاتها وبكلامهم عشان يوقعوا بين الشعبين. يا جماعة ما ينفعش كل الكلام اللي بيحصل ده، يا جماعة انتبهوا خلي بالكم من اللي بيحصل حوالينا، يا جماعة لازم نعرف من هو عدو الحقيقي لكل العرب وكل المسلمين. يا جماعة ما تنسقوش ولا تسمعوا ولا تتبعوا أي كلام لأي حد عايز يوقع بيننا أو عايز يعمل فتنة بين الشعوب العربية وبين بعضها. يا جماعة خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم. أنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، ولو أول مرة تشوفوني ياريت تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبولي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.